سر من أسرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة تسمعوه، فإذا سمعتموه فلن تتركوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد اليوم. قال عمر رضي الله عنه: دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا: يا رسول الله، ما الصلاة عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتموني ما أجبت. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وكل بي ملكان، إذا صلى علي أحد منكم صلاة قال الملكان: اللهم اغفر له. العجب ليس هنا أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحد منكم علي صلاة وقال الملكان: اللهم اغفر له، فيقول الله وتقول الملائكة: آمين. أي أنك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا لك الملكان، أمن الله على دعاء الملكين للمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما: آمين. وقال أحد الصحابة: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: فقلت: يا رسول الله، ما رأيت عليك من الطلاقة والبشر قبل اليوم. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، أتاني جبريل فأخبرني وقال: إن الله يقول: من صلى عليك صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، ومحى عنه 10 سيئات، وكتب له 10 حسنات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، بعد سماعكم هذه الأحاديث المباركة الطيبة الصحيحة، هل تتركون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد اليوم؟ وكذلك لا تبخلوا بهذا المقطع على عباد الله سبحانه وتعالى وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشروا هذا الخير سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعله لنا ولكم ووالدينا ووالديكم صدقة جارية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.